اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنهديها للاطفال الصغيرين وكبار السن. فحبيت المطبخ يكون مطبخ النهارده انترناشونال، يعني حاجه من كل دول العالم. اخترنا المطبخ اللبناني والمطبخ الشامي والمطبخ الغربي، الاثنين يعني كويسين وانا بحبهم انا شخصيا. فنعمل شيخ المحشي النهارده، دي اكله مشهوره جدا في المطبخ السوري والمطبخ اللبناني. شيخ المحشي مش عشان بيلبس قفطان وعبايه وهو تلاقيه هو المعلم في الليله، لا، ده هي كوسه بتتحشي لحمه مفرومه مع صنوبر مع دبس الرمان وبنتوسى شويه بالحشوه، عشان كده سموه شيخ المحشي. ما بياخدش رز، دايما المحشي بيبقى فيه رز في الحشوه بتاعته. دي لحمه مفرومه بس، بتاخد صنوبر او لوز طبعا ودبس الرمان. ولازم واحنا بنختار الكوسه عشان نحشيها لازم تكون كلها حجم واحد عشان تبان في الطبقه كده لطيفه. بعد ما بتستوي الكوسه بتدخل على لبن المطبوخ، ده الشرح النظري للاكله بتاعتنا، هنشوفها عمل ان شاء الله بعد دقائق معدوده. معانا كمان البنانا جراند او سوري البنانا فرايد جولد، الجولد اللي هو اللون الذهبي، فازاي هعمل الموز المقلي باللون الذهبي وهياخد الصلصه الذهبيه اللي هي الكراميل. الموضوع ده فيه خبرة طهوية شوية، ازاي تحمري الموز ما يفكش منك في قلب الزيت والحشوة اللي بتحمريها، وبعد كده ننزله في الشربات بتاعه اللي هو الكراميل اللون الذهبي. برضو الحلو ده بيعجب الأطفال على فكرة، وقيمته الغذائية عالية جدا لأننا كلنا عارفين إن الموز غني بالبوتاسيوم وبناء العضلات. معايا جوانح فراخ النهاردة أنا شخصيا بحبها من زمان، من ايد امي الله يرحمها كانت تكسر الجناح كده وتديهولي كده، ايه تقولي ده ليك، او الكبده والقوانص، احنا عارفين كلنا ده لان احنا من الريف المصري والصعيد المصري. فالجوارح دلوقتي اكله مشهوره جدا في المطبخ الغربي، بيعملوها مع الباربيكيو صوص. انا هعملها النهارده فرايد، هعملها مقليه، هعملها كريسبي بالسمسم، وادخل فيها شويه خبره طهويه كده، واحمرها واقدمها مع مايونيز مع كاتشب حسب ما احنا حابين. وهتعجب الاطفال الصغيرين على فكره، لان هتبقى كريسبي كده عامله زي الفراخ التشيكن، بتبقى لطيفه وحلوه. هنشوفها هنعملها مع بعض ازاي. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه، افكار طهويه، خفه دم مصريه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. طب احنا بنعمل ايه دلوقتي على النار؟ احنا هنعمل دلوقتي الكراميل اللي هنعمل بيه البنانا. فخلونا نشتغل في حاجتين، الصنوبر اللي هنحمره والكراميل. نستاذن مخرجنا الجميل عمور مقادير البنانا فرايد جولد، انا بسميها كده بنانا فرايد جولد، يعني البنانا المقليه باللون الذهبي، موز مستوي شويه، ومعانا فانيليا ومعانا سكر والزبده وكريمه لباني. المقادير على الشاشه، صوريها بسرعه. نبدا نحط السكر على النار عشان نكسب وقتنا ونسيبه يتكرمل. حلو الكلام، ونشوف هنعمل مع بعض ازاي الكراميل بمدرسة المغازي. ولعي يا نار. ملاحظين حاجة هنا؟ الفراخ في قلب الزيت بتتحمر، مش مستعجل عليها، بتاخد وقتها. هنحمر الصنوبر في زيت زيتون ولا سمنة؟ أيهما أفضل يا شيف مغازي؟ هو ده الكلام. باخد معلقة سمنة صغيرة كده أغذي بيها اللبن، أهي صغيرة كده لأنها هتنزل على وش اللبن، واسيبها تسيح كده. وعندي شويه لوز متقطعين شبه الصنوبر عشان ما نقولش الشيب مغازي بيضحك علينا، ده شبه الصنوبر بالظبط، هي الاكله دي بتحتاج صنوبر للامانه. والكراميل اللي بيطلع كده، وتعالوا نعمل خلطه البنانة واحنا شغالين مع بعض. خلطه البنانة معانا دقيق، اللي هي عجينه البان كيك من الاخر، اللي هي عباره عن كوبايه من الدقيق، بتاخد بيضه، بتاخد شويه فانيليا، شويه بيكنج باودر وحليب، وبنقلبهم مع بعض. وينزل البيض عليها كده، اللهم صل على النبي، ونشيل ده كده من هنا. يلا معانا حليب، نقلب الحليب مع البيض. اوعى اهو، لا ما تقلقش يا عمور. نقلب كده. دي الخلطه دي بقى، لو عايزه تعملي بان كيك هي نفس الخلطه، عايزه تقلي بيها الموز نفس الخلطه، عايزه تقلي بيها التفاح نفس الخلطه، وانا شغال. يلا يلا. دي كوبايتين، كل كوبايه بتاخد بيضه، بننزل عليهم بكوبايه من الحليب، شويه بيكنج باودر، شويه فانيليا، وهننزل بمعلقتين من الزيت. دي الخلطه اهي، واسيبها كده على جنب لمده دقيقتين على ما اشتغل فيها.
يلا 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 اوبا اه خلاص تمام، ونروق الدنيا ونشيل كل حاجه من هنا. اه نشتغل في البنانة. الفراخ حاضر عينيا نغرفها. الفراخ دي بعد شويه مايونيز، توميه، كاتشب، حسب ولادك ما بيحبوا. اللهم صل على النبي. يلا نشتغل في الموز. اخبار الزيت ايه؟ شوف الكراميل الاول جاهز، ننزل بالزبده اهو، بنعمل الكراميل كده اللون الذهبي، شويه كريمه لباني. يا ويلي يا ويلي، لحظه الولاده للكراميل، كريمه لباني، زبده على السكر بعد احمراره، وما تسيبيش السكر على النار لما يتحرق منك هيمرر، ربنا كفينا شر المرار، قولي امين. اه مطبخي رايق كاني ما دخلتش المطبخ ولا شفته النهارده. اه تخش من ورايا تشتغل اللي انت عايزاه كله. اه اخبار النار ايه؟ خلي هنا نحمر، هنا نحمر، هنا تمام. تعالوا نشتغل في الموز بقى، اخر حاجه دي بقى واحنا شغالين كده. اه انا عايز حضراتكم تعملوا الحلو ده للاولاد، بجد هيعجبهم، سواء تعمليه بالموز او تعمليه بالتفاح. اه الخلطه دي مهمه جدا، دقيق، كوبايه بيضه، نص كوب من الحليب، معلقتين من الزيت، بيكنج باودر، فانيليا، رشه ملح صغيره احطها بس وخلاص. اه ومعايا زيت بيسخن على النار. اه والكراميل تمام زي الفل في طريقه خلاص، ان هو ياخد اللون ويتكرمل. اه زي الفل. اه تعالى نشتغل بقى كده مع بعض، معايا الدقيق ده كده، وناخد الصباع الموز زي ما هو كده، موز مستوي بنجيبه، بننسى ان احنا جبنا موز، بنحطه في قلب الدقيق ينزل في قلب الخلطه. موز اهو، والموز البلدي بتاعنا ده سكر وعسل. اهو 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 اهو، يلا معايا اهو اهو، موز في قلب الدقيق في قلب الخلطه، موز ورايا كده، يلا وانتوا قاعدين بتتفرجوا على القناه الاولى، موز في قلب الدقيق في قلب الخلطه. الدقيق ليه يا شيف؟ علشان الخلطه تمسك في الموزه. وايه الخلطه دي يا شيف؟ دقيق وبيض وحليب وفانيليا وبيكنج باودر. هيروح فين بعد كده يا شيف؟ في قلب الزيت يتحمر. يروح فين بعد كده يا شيف؟ ينزل على الكراميل او ننزل الكراميل عليه. اه انا شخصيا بحب احط عليه سكر باودر وقرفه ناعمه، وعملته قبل كده بس النهارده تغيير. يعني ناخد كده الزيت، اخباره ايه؟ زي الفل. شكل الزيت اتحرق مني ولا ايه؟ شامم ريحه، اعمل ايه؟ تعملي ايه لو اتزنقت في المطبخ زي كده؟ تقفي كده زي ما قالت ست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكا، ابص شمالي وابص يميني، اجيب ليمون برتقان في قلب الزيت، يقوم طعمه يتغير. اه اه يلا بسكينه صغيره كده، وبعدين بهدي من روع الليمون، من روع الزيت، يعني ما يبقاش الزيت ايه سخن جامد على فكره. اه في قلب الزيت كده، حلو الكلام. اه الله، اه خدت الوش. اه يلا يلا يلا. اه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اه يلا طلع الموز يا شيف، عينك على الموز. اه بص حبيت الموز. اه يلا من الزيت على الطبق. اه اهي 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 يلا اهو يا عمور. اه 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 حلو. اه يلا. اه كراميل فين يا شيف؟ الكراميل فين بتاعك؟ كراميل، ننزل بالكراميل على الزيت. طبعا احنا عملنا خمسه، احنا معانا خلطه هنا على فكره ممكن نعملها. اه كراميل ينزل كده، يلا يلا يلا. صلي على الحبيب قلبك يطيب، الصلصه الذهبيه من ايد المغازي، طعم تاني، سكر، زبده، كريمه لباني. اه ممكن نحط فانيليا بطعم الفانيليا، ممكن نحط حبهان تبقى طعم الحبهان، ممكن نحط قرفه تاخد طعم القرفه. مطبخنا النهارده فيه شويه بساطه وشويه سهوله كده، وفيه شويه حب زياده. حلو الكلام؟ حلو قوي. اظبط السفره كده. رز بالشعريه ده على فكره عدل الاكله اللي انا عملتها النهارده، اللي هو
شيخ المحشي ومعايا لقيت شويه عين جمل كده في طريقي ازين بيهم الطبق، مش هيقول لا برضه. اه حلو، اه ده عين جمل متحمر. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. عملنا شيخ المحشي، وليه سمي شيخ المحشي؟ ليه ما سميناهاش محشي كوسه باللبن وخلاص؟ عشان المحشي ده بيتحشي لحمه مفرومه بس من غير رز، من غير اضافات، وبتبقى حبايه الكوسه مليانه لحمه كده مفرومه. اللحمه دي ضاني ولا كندوز يا شيف؟ هي المفروض تكون ضاني. انت عملتيها بقى بالكندوز، مش هتقول لا، هخليها هنا جنب الكوسه. وبعد كده بنحمرها في قلب الزيت، وبتاخد طبعا في ليفر او شوربه تستوي، وتنزل في طبخه اللبن. طبخه اللبن عباره عن لبن زبادي، بنحط عليه شويه نشا وشويه بهارات وشويه شوربه من شوربه سلق الكوسه، وفي الاخر طبعا بنعمل له الطشه بتاعته اللي هي عباره عن كزبره خضراء وتوم مع عصره ليمون ومعلقتين دبس الرمان حسب الرغبه، وبنزينه بسنوبر او بلوز زي ما قال الشيف المغازي. معانا الوينجز الصغيره الجميله الحلوه اللي الاطفال بيحبوها، جوانح الدجاج الجميله، عمليه دايما مشهوره في المطبخ الغربي، بتتاكل مع الباربيكيو صوص. انا عملتها النهارده فرايدي تشيكن، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. ده جناح مش ورك عشان اللي متابعش الحلقه من الاول، بس طبعا عمل له توبنج كده مختلف. التتبيله الاولانيه في الاخر بحطه في ميه ساقعه. وليه ميه ساقعه يا شيف؟ علشان يشيل من الخلطه، وبعد كده برجع له التوبنج تاني وبرجع له الزيت. ده كله بيحصل زي ما شفنا مع بعض كده سريعا. عملنا اصابع الموز المقليه في الخلطه الذهبيه اللي هي عباره عن سكر وزبده وكريمه لباني، حابه تحط قرفه فانيليا حسب الرغبه. مطبخنا رؤيه، فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو. We'll be right back.